السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. وبهذا الدرس راح أشرح لكم عن ميثود السيد مسج، يعني أنت تيجي للبوت تدز لستارت، البوت راح يجاوب عليك. أول شي تيجي تسوي فولدر، أوكي، تسمي أي اسم يعجبك. بعد ما تسوي الفولدر تيجي تفتح المحرر مالتك، تسوي فايل جديد، تيجي تحفظ الفايل بالفولدر اللي سويته، اوكي. تيجي تبحث على مثلا عفوا على الفولدر مالتك هذا، تطي اوبن، تسمي اي اسم يعجبك، مثلا بوت دوت باي، لازم يكون امتداده باي لان هذا امتداد لغه البايثون. نطي سيف. بعد ما حفظنا نجي نشيل الفولدر، نسحبه ونخليه بالمحرر. بعد ما شلناه وسحبناه نجي نفتح الملف مثل ما تشوفون، انفتح مثل ما تشوفون هنا شباب، تلقائيا هو داخل لي بالفولدر اللي سويناه، يعني ما يحتاج تكتب cd desktop cd python، اوكي. هسه نجي ننصب المكتبة، طبعا هذا راح اخلي لكم رابط المكتبة بالوصف. تجي تنزل تنسخ هذا البيب انستل، تلصقه هنا. طبعا شباب اللي ما متابع درس الامبورت ما راح يقدر يستدعي المكتبة، اوكي. ارجع تابع الفيديو اللي قبل هذا، يلا تجي تبدي بهذا الدرس. نجي نلصق الكود اللي نسخناه، العفو، كوبي، نطي بيس، نطي انتر، بس ننتظره يحمل. طبعا انا ننصبها، هسه نجي ننصب هذا كذلك، نلصقه ونطي انتر ورا هذا وورا هذا. طبعا انا ننصبهم، ما يحتاج ننصبهم. يصير عندكم بالاخير الفولدر بهذا الشكل، اوكي. هاي المكتبه اللي راح تحملوها، اوكي. هسه نجي نكتب الكود اللي هو ميثود السين مسج. اول شيء نستدعي المكتبه، نكتب تيلي، العفو، نكتب امبورت تيلي بوت، اوكي. وراها نكتب بوت متغير يساوي تيلي بوت دوت. هسه نستدعي الابديتر الخاص بالمكتبة اللي هو اسمه تيلي بوت، نفتح قوس، نفتح بوتيشن، ونكتب توكن. احنا نخلي التوكن، اوكي. هسه ننزل سطر، نكتب ات بوت دوت مسج اندرسكول، نكتب هاندلر، هاندلر، نفتح قوس، نكتب كومنت يساوي، نفتح قوس، نفتح بوتيشن، ونكتب ستارت. يعني اذا كانت الرسالة ستارت، البوت ايش راح يسوي؟ نكتب def send underscore welcome، نفتح قوس ونكتب مسج. نجي نخلي كولوم بالاخير اللي هي النقطتين، اوكي. هسه ننزل نكتب بوت دوت سند مسج، نفتح قوس، نكتب مسج دوت تشات دوت اي دي، نخلي كوما اللي هي الفاصله، ونفتح بوتيشن، العفو، ونفتح بوتيشن، ونكتب مثلا ويلكم بايثون. طبعا شباب هسه الكود كامل عندنا، بس شنو يعني، انت بس تدز ستارت البوت، البوت يجاوبك ويوقف، لان عندنا ناقص شغله اللي هي البولينج. نيجي نكتب بوت دوت بولينج، ونفتح قوس، ونعوفه على هذا الشكل، اوكي. هسه نيجي للبوت مالتنا، ناخذ التوكن ننسخه، نجي نخليه هنا ونطي باست، نحفظ الملف كنترول اس. هسه نجي نشغل الملف. طبعا شباب اكو طريقتين نشغل بها الملف، اللي هي تكتب هنا بايثون واسم الملف، واكو طريقة ثانية اللي هي تجي تروح على الفولدر، مجرد ما تدوس على الملف اللي سويته مال البوت راح يطلع لك بهذا الشكل. تجي للبوت مالتك تكتب له ستارت
مثل ما تشوفون البوت جاوبني، ستارت مرة ثانية كذلك هم جاوبني. والطريقة الثانية اللي الكل تعرفه اللي هي هاي، تكتب هنا طبعا شوفوا شباب من طلعت من الملف اللي هو هذا، صراحة دزله ستارت عفوا مثل ما تشوفون ما جاوبني. هسه اجي هنا راح اكتب بايثون بوت دوت باي، اطي انتر، اجي للبوت ادزله ستارت، شنو هاي لزق، طبعا النت كلش تعبان، بايثون بوت دوت باي، اطي انتر، اجي للبوت مالتي ادزله ستارت، استغفر الله الانترنت، بايثون بوت دوت باي، اطي انتر، اجل البوت لزل ستارت، طبعا الانترنت كلش ضعف مثل ما تشوفون شباب. البوت جاوبني كذلك، طبعا واعتذر لان الانترنت يروح ويجي يروح ويجي. شباب انتهى درسنا لهذا اليوم، انتظرون بدرس جديد اللي هي دالة الريبلاي. اوكي وشكرا على المتابعة ومع السلامة.